السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بالخير. كما نلاحظ هنا هذه عندنا قسام اللي هو 20x20 أو علبة التكييف اللي تجمع ماسورة النحات اللي تجي من أعلى، وأيضا تجمع خط الكهرباء برضه يجي من أعلى، وأيضا خط الصرف. هذا خط الصرف، المواصفات اللي يتم تركيب هذه العلبة اللي علبة تكييف الإسبليت، أن تنزل عن الجدار 30 سنتي أو عن الجبس. يعني مثلا عندي هذا السقف، إذا راح عليه السقف مثلا يجب أن تنزل العلبة هذه بمقدار 30 سنتي عن السقف، وإذا بروح أركب جبس مثلا تنزل برضه تحت الجبس 30 سنتي. يعني إذا كان الجبس نازل تقريبا 40 سنتي وطيب، و30 سنتي تنزل 78 سنتي، يجب لذلك يجب أن تنزل العلبة هذه عن السقف مقدار 70 سنتي. أيضا يجب الحرص أن تكون ماسورة هذه اللي هي ماسورة الصرف المكيف، الماء اللي يطلع من التكييف يجب أن تكون واحد بوصة. المعتاد دائما أو غالبا ما يتم تركيب ثلاثة أربعة بوصة أو بوصة إلا ربع، وهذا يؤدي إلى سدد الماسورة مع الزمن بسبب تراكم الأتربة في الماسورة، ولكن الأفضل أن تكون واحد بوصة لتلافي موضوع سدد الماسورة. أيضا يجب أن ترتفع من التشطيب بالقدر الإمكان، يعني هنا التشطيب عندنا تقريبا راح يكون مثلا 10 سنتي، أنا أرفعها بمقدار 7 سنتي إلى 6 سنتي من أرضية الدور. ليش؟ مشان الميل، مشان أرميها، مشان يكون هناك ميول وأرميها على الصفاية في الحمام. لذلك يجب الانتباه إلى الأشياء الصغيرة لأنها قد ربما تكلفك أكثر من اللي تتوقعه بعد التخطيب والسكن. وشكرا.